من الحاجات المهمة جدا اللي احنا كلنا بنبص عليها احنا في حياتنا العملية يعني بالنسبة للفيجن هي الفيجوال اكيويتي. دي بيبقى لها نوعين، نوع ستاتيك ونوع دايناميك. والستاتيك معناه ان انا ببص على حاجة ثابتة، لما ببص على دايناميك بتكلم على حاجة متحركة. فطبعا ممكن ان احنا نبص عليها ان terms of minimum distinguishable objects، يعني بتكلم مثلا على الديتيلز بتاعت arbitrary test target زي مثلا الحاجة اللي احنا بنعملها عند عيادة طبيب العيون. فبتكلم على حاجة زي كده ان انا بديتكت الاتجاه بتاع الحرف دوت. طبعا لو انا ما بقدرش اعمل distinction بين الاسنان بتاعت الحرف دوت، وما اقدرش اعرف الاتجاه بتاع ايه اللي بتاع الحرف نفسه فين. فده طبعا واحده من الحاجات اللي احنا بنشوفها عامه في حياتنا العمليه بالنسبه للجزء دوت. في حاجه تانية بتبقى بتبان قوي بالنسبه للاطباء، مثلا لو انا عايز اعمل ديتكشن لسبوت في حته فيها مثلا شويه ديتيلز مثلا، فدي بنتكلم على المينيمم بيرسبتبل. يعني البيرسبشن بقى بيخش معانا في الجزء دوت وبيقول لنا اذا كنا احنا نقدر بالفيجوال اكيوتي اللي عندنا دي نقدر ان احنا نديتكت ليجن او نديتكت سبوت في جزء من الصوره. والجزء من الصوره ده ممكن يبقى الاختلاف بينه وبين السبوت دي صغير. بتكلم برضو عن مينيمم سيبيرابل يعني اوبجكتس، بتكلم على ديتكشن اوف ا جاب بتوين بارتس اوف ا تارجت. يعني مثلا ممكن اتخيل دي موجوده هنا برضو ستيل في الفروقات بين الثلاث اسنان الموجودين هنا دول، يعني بشوف اذا كنت هقدر اشوفهم ولا لا. طبعا كل ما نزلنا تحت كل ما كان اصعب. او ممكن اعملها بتست تارجت مخصوص عباره عن باندز اوف وايت اند بلاك كده بالشكل ده كده، ونشوف السبجكت ممكن يبص لغايه فين ويشوف الديتكشن بتوين اللاينز دي واضح. وممكن برضو نقيسها بالحاجة اسمها ستيريوسكوبيك اكيوتي، معناه ان انا عندي تو اوبجكتس بالشكل ده، والتو اوبجكتس دول سيبريتد في الدبث، يعني ما هماش على نفس الدبث، ونشوف السبجكت بتاعنا هيقدر يشوفهم امتى ان هم على نفس الدبث وامتى مختلفين. كل ما كان عندنا يقدر يعمل ديتكشن ان هم مختلفين بفروقات صغيرة في الدبث، كل ما كان طبعا حاجة احسن بكتير، كل ما كان الاكيوتي عندي بتبقى احسن. دي لها علاقه بال3 دي فيجن، لازم العينين الاثنين يكونوا انفولف. بتكلم على الحاجات التانية اللي احنا اتكلمنا عليها سو فار، بتبقى العين الواحده، يعني بقيس كل حاجه من دول العين الواحده. في حاجه اسمها فيرنير اكيوتي، يعني برضو دي لها علاقه بان انا اقدر اديتكت فروقات بين خطوط وبعض، يعني اذا كان مثلا في لاترال ديسبيسمنت للخط ده او الخط ده عن بعض، هل اقدر اديتكت ولا لا، ولا اشوف ده خط واحد ثابت. يعني هنا مثلا لو هم كلهم زي بعض المفروض يبقى شكل الباترن عامل كده، بحرك انا شويه صغيرين شويه صغيرين كده بحيث ان انا اشوف الديتكشن بتاع ان هم اختلفوا امتى. وده بيحدد لي برضو حاجه بسميها الفيرنير اكيوتي، ودي حاجه مهمه برضو عشان نقدر نحكم عليها او نحكم بيها على دقه الابصار بتاعنا. في امثله بقى للفيجوال اكيوتي ممكن احنا ناخدها من امثله بوزيتيف وامثله نيجاتيف مع كذا فاكتور ممكن ياثروا لنا على الايه، على الموضوع ده. يعني لو بتكلم مثلا على الفاكتور بتاع الالومينيشن، لو انا بتكلم عن ان انا بشتغل في برايت اوبريتنج روم لايت او بشتغل مثلا في ضوء النهار مثلا فرضا، ده طبعا بالنسبه لي يبقى بوزيتيف اكزامبل، بشوف كويس، يعني مفيش اي حاجه حواليا ممكن تعوقني ان انا اشوف الحاجه اللي قدامي كويس، يعني او بتساعدني ان انا اشوف احسن، يعني بتحسن لي الفيجوال اكيوتي. لو انا بتكلم ان انا عندي ببص على سكرين بقى نيجاتيف اكزامبل، بقى لو انا ببص على سكرين والسكرين دي فيه ريفلكشن مثلا من مثلا يعني اوبجكت، او في حاجه بتدي نور عالي مثلا وعامله ريفلكشن او مثلا لمعان مثلا من الحاجه اللي بتبقى لها يعني هاي لايت انتنسيتي دي، فدي طبعا بتعوقني ان انا اشوف الحاجه دي. لو انا ببص على حاجه ازاز عموما، على اي شاشه عموما، وفي جلير من اي حاجه، يعني في لمعان من اي حته او في ريفلكشن من اي حاجه لها برايت لايت يعني كاركتر كده، ما بقدرش ان انا اشوف كويس. فهنا الاثنين بتكلم على ان برايت لايت هنا ساعدني وهنا بالعكس هنا ما ساعدنيش. لو بتكلم مثلا على مثال تاني مثلا اوبجكت كونتراست وذ باك جراوند، لو انا مثلا فرضا عندي الديسبلاي بتاعي عرض لي ارقام بالاصفر على مثلا باك جراوند لونها اسود، دي هتبقى واضحه جدا. انما لو انا عرضتها بارقام يعني برضو اصفر على باك جراوند لونها ابيض، هيبقى صعب جدا ان انا اشوفها الحقيقه. لو بتكلم مثلا على ساي مثلا الموفمنت، اوكي لو انا بتكلم على الموفمنت بتاع الاوبجكت، لو انا بتكلم على ان انا عندي ببص على شاشه ثابته، اوكي غير لما ببص على شاشه بتعمل فايبريشن. يعني لو انا بتكلم على ان انا في امبيلانس والامبيلانس ماشيه في الشارع وبتهتز طبعا نتيجه طبعا حاله الطريق نفسها، فمعنى كده لما انا بكون بشوف حاجه او بقرا حاجه من على الشاشه والشاشه دي بيحصل لها فايبريشن، يبقى معنى كده ان انا بيبقى عندي صعوبه ان انا اديتكت الحاجه اللي انا عايز اعملها ديتكشن، او الفيجوال اكيويتي بتاعتي بتبقى اقل.
لما بتكلم برضو على ان انا يعني مثلا دارك ادابتيشن، دارك ادابتيشن دي لما بتكلم مثلا على البوزيتيف اكزامبل، لو انا بتكلم على الامبولانس درايفر ريدنج ريد جيجز وايل درايفنج ات نايت، يعني انا دلوقتي لو واحد بيسوق بالليل مثلا وعنده في التابلو بتاعه في عنده القرايات بتاعه العداد بتاع السرعه وبقيه العدادات التانيه لونها احمر منوره بلون احمر في الضلمه، يبقى معنى كده تكون واضحه جدا. انما لو بتكلم على ان انا دلوقتي بتكلم على يعني في كلينيشن بيحاول ان هو يبص على مثلا حاجه في بيشنت روم، يعني فايند ذا سنترال لاين ان داركند بيشنت روم افتر انترنج فروم ا برايتلي ليت هول واي. لو بتكلم مثلا على ان انا يعني جاي من مكان والمكان ده منور ودخلت في مكان الضوء فيه خافت، بيبقى عندي فتره كده ما بقدرش اشوف فيها كويس. فدي مثال ان انا الدارك ادابتيشن بالنسبه لي ساعات بيبقى العكس بقى، يعني في مثال ببقى يعني الدارك ادابتيشن ده بيساعدني ان انا اشوف الحاجه احسن، وفي مثال تاني لما اكون جاي من برايت لايت لا الدارك ادابتيشن ده بيديني فتره كده او بيخلي في فتره كده ما بقدرش اكون شايف فيها كويس. دي كلها امثله بتوري ان في فاكتورز كتيره الحقيقه بتغير لي في الفيجوال اكيوتي دي، ولازم اكون واخد في اعتباري الفاكتورز دي في الحسبان وانا بصمم الجهاز بتاعي عشان ابقى برضه ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة لليوزر ان هو يستعمله بشكل صحيح.